مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة نقدمها لكم من ساحة الحرية بمحافظة تعز. شيء آخر اشتهرت به هذه الساحة وهي كثرة المنتديات والفعاليات الشبابية النشطة على صفحات السوشيال ميديا وعلى أيضا في الجانب التوثيقي والجانب الإعلامي. من ضمن هذه الفعاليات والتكتلات منتدى المبدعين. منتدى المبدعين الذي كان له الدور الأكبر في توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق ساحة الحرية بمحافظة تعز. ولمزيد من المعلومات وتسليط الضوء على هذا المنتدى وأعماله كواحد من التكتلات الجميلة التي اشتهرت بها ساحة الحرية بمحافظة تعز، يسعدني أن أستضيف معي هنا الأستاذة إشفاق رزاز وهي إحدى المسؤولات على منتدى المبدعين. مرحبا بك أستاذة إشفاق. يعني الفعاليات الكثيرة الموجودة في ساحة الحرية أعطت بريق خاص كما هو الحال في الصفحة الرسمية لساحة الحرية بتعز وكذلك منتدى المبدعين. أود أن أسمع منك ابتداء ما الفكرة من إنشاء منتدى المبدعين في ساحة الحرية؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فكرة منتدى المبدعين بدأت بفكرة بسيطة وهي إحنا نعتبرها بسيطة لكنها كبيرة وعملاقة في معناها، إبداع من أجل التغيير. كان أول أعمدة نصبت للمنتدى في ساحة الحرية مع البدايات الأولى للثورة وهي في 9 مارس. لم تكن هذه الفعالية أو هذا الصرح الشامخ الذي سعينا فيه من أجل فقط أن يكون محصول على ساحة الحرية، ولكن كان طموحنا إلى ما بعد الثورة بإذن الله سبحانه وتعالى. حرصنا فيه على أن نظهر الفعاليات الشبابية والفعاليات الإبداعية بشكل مميز وفريد من نوعه، بحيث يضفي على ساحة الحرية نوع من الجماليات، نوع من الإطفاء الروحي والإطفاء الإبداعي. كون الساحة تتعرض إلى كثير من الضغوطات، تتعرض إلى كثير من المضايقات، تتعرض إلى كثير من الانتهاكات، نريد أن نظهر الجانب الإبداعي أيضا، لا نخفى. كون الساحة أيضا تضم كثير من الأطياف، كثير من الناس، كثير من الطبقات، كانت فرصة لنا أن نظهر إبداعات الثورة، نظهر إبداعات الناس، نظهر إبداعات الشباب، ومنها أيضا نستمر عطاءنا في هذا. طيب الأشخاص الذين بدأوا هذه الفكرة، هل وضعتي يعني أو طرحتي أسماءهم أو على الأقل إشارة إلى التكتل الذي تبنى هذه الفكرة؟ الفكرة الأساسية بدأت من الدكتور عبد الحميد اليوسفي وهو الآن يحضر الدكتوراه في السودان. تبنى الفكرة، سعى لها وبقوة. بدأت الفكرة هذه أيضا وضع لها أهداف، ناقش كثير من المبدعين، كثير من المختصين، فكانت الفكرة على هذا الأساس. ثم بعد ذلك يعني الأستاذ محمد مهيوب أيضا كان من ضمن الفريق، الأستاذ أسامة العزي، الأستاذ نجيب اليوسفي، كثير من ما الذي قدمتموه، ما الذي فعلتموه يعني وقدمتموه لهذه الساحة أو للثورة؟ احنا اول حاجه اول ما بدينا اننا نصبنا الخيمه وطلبنا ابداعات الموجوده في الساحه. يعني كان الواحد اي شيء ترسمه او في بالك من اجل الثوره ارسمه وقدمه لنا في المنتدى، نعلقه نجعله بعد كذا موروث تاريخي للثوره. كان الطفل كبير صغير شاب امراه دون اي استثناءات، تضع الثوره بما يمثل الثوره بكل الاتجاه الموجود عندك، اهم شيء يكون يخدم الثوره، نعلقه في متحف المنتدى او خيمه المنتدى، تظل فتره معينه ثم بعد ذلك نضعها في الارشيف، الارشيف هذا تظل تحفظ الى ما بعد انتهاء الثوره بحيث يكون عندنا موروث تاريخي للثوره في متحف منتدى المبدعين. بعد ذلك يعني احنا كان عندنا فكره انه ياتي هذا الشخص بعد سنه بعد سنتين بعد 10 سنوات يجد انه الثوره حفظت تاريخه في كل كبير صغير، كل ما كان موجود في ساحة الحرية وقدمته لنا في منتدى المبدعين تجده محفوظا لدينا. كيف كان تفاعل الناس في البداية، ثوار مبدعين، كيف تفاعلوا مع هذه الفكرة ابتداء؟ رائع، كان التفاعل مبهر، كان مجرد ما يشوف أي شخص اسم منتدى المبدعين يأتي كان الازدحام فيه بشكل كبير، يعني لدرجة كان على مدار الساعة في مشغل مزدحم، اضطروا بعد كذا ما كانش قدرنا النساء انهم يدخلين، عمل وقت للنساء من الساعة 4 إلى الساعة 6 فقط خاص للنساء، يعني يخذين راحتين يشوفين يظهرن إبداعاتهن. في عندنا لبنان السكرتارية كان خاص بالنساء تجلس تسمع آراء النساء ايش الحاجة اللي ممكن يقدموها. مثل ماذا كانت الإبداعات التي تصلكم والاختراعات؟ رسوم كاريكاتير،
صنفة فنية بشكل خاص، عمل توثيق للمجازر اللي كانت تعرض لها تعز، كمان تصوير النظام كيف كان بشاعته، كيف هو عمل عملية استبداد للحريات واستبداد للإبداعات، أشغال يدوية تخدم الثورة من مجسمات من أشياء بارزة، كل هذه الأشياء هذه كانت البدايات الأولى يعني خلال الأيام الأولى تقريبا يمكن 10 أيام بالكثير. ثم بعد ذلك خرجنا للناس في تاريخ 16/3 أو 17/3 كان عندنا تأسيس صفحة ساحة الحرية، وقلنا إنه الأحداث الموجودة في تعز لابد أن توثق أيضا صحفيا. تقصدي فكرة الإخوان أسامة عبد الحميد والأسامة محمد محمود وأسامة وغيرة الطاقم إنه لابد أن نبدأ الآن صياغة الأحداث بشكل تاريخي بتقرير يومي، وبدأ بعد ذلك هو التقرير اليومي اللي هو صحيفة ساحة الحرية. كانت صحيفة يومية تصدر عنكم وإلى الآن مستمرة يوميا لم تنقطع، يوميا لم تنقطع حتى في اليوم الثاني من المحرقة يوميا. كانوا الناس حتى في اليوم الثاني من المحرقة توقع أن الثورة في تعز خلاص انطفأت، فكان الشباب يعني حريصين أنه تصدر ساحة تعز تحرق، وفريق التحرير ما زال يتابع الأحرار ويصدرها يعني يكتب عن المحرقة. تخرج اليوم الثاني كل الناس، كل من رأى صحيفة ساحة الحرية قال إذا وجدت ما زالت موجودة صحيفة ساحة الحرية إذا الثورة موجودة. يعني كرمزية لوجود الثورة ولوجود النشاط الشبابي داخل الساحة استمرار هذه الصحيفة. طيب عموما يعني هذه تحتاج إلى طاقم يعني ضخم أو طاقم عمل يعني متفرغ لهذه العملية، من كان فريق العمل في الصحيفة وفي المنتدى أيضا؟ فريق الأخوة المتطوعين اللي كنا أشرنا لهم سابقا الأستاذ عبد الحميد والأستاذ محمد هذاك إدارة، في فريق أيضا من الصحفيين من المهتمين، هذا الفريق يخدم الصحيفة دون أن نعرف حتى نحن عنه. كان أي أحد عنده خبر موثوق عمل موثوق، لأن سمعة الصحيفة وما رأوه الناس من مصداقية أصبحوا يتنافسوا لكي يوصلوا الحقيقة. تصل الحقيقة إلى فريق المنتدى، نتحرى من هذا الموضوع، يتحرى الأساتذة من هذا الموضوع بشتى الطرق، ثم بعد ذلك تنزل في اليوم الثاني. أين كانت تطبع الصحيفة في وقت كانت الشوارع كلها مغلقة ويعني الحملات الأمنية تداهم كل مكان تقريبا؟ كانت مطابع متعاونة معنا بشكل كبير وتعمل وقد هددت، يعني عرفت رغم ذلك عرفت هذه الصحيفة وتم تهديده، لكن فعلا نقدم شكر لصاحب المطبعة أصر إلا أن تطبع الصحيفة، قال إما أنا أو صحيفة يعني هنا في تعز يعني تطبع. طيب يعني الرسالة التي ظلت مصاحبة لكم، جاءت المحرقة تقريبا يعني نسفت كل شيء تقريبا بالنسبة لكم. حدثينا قليلا عن وضع المنتدى قبل المحرقة، ما الذي كان يحتويه حتى نتحدث عن المحرقة؟ طبعاً في حاجة أحب نوها إنه إحنا قبل المحرقة كنا تقريبا بأسبوع إحنا عملنا تجديد للمنتدى. يعني بذكرى 22 مايو عملنا تجديد للديكور، تجديد لكل شيء بحيث يظهر في طابع جديد. إحنا نحرص في كل مناسبة نقدم لجمهور الساحة المنتدى بطابع جديد. فكان فترة بسيطة يمكن أسبوع أو أقل من أسبوع. الساحة في ذاك اليوم أحرقت، لكن وجدنا التفاعل الكبير من الناس في الساحة، إنهم تركوا خيامهم وبدأوا يتجهوا المنتدى، ينزلوا اللوح الموجودة في المنتدى، المقسمات الموجودة في المنتدى، الأبلكاش الموجود في المنتدى، حاسين المنتدى ده حقهم ملكهم. أصبح الكل يبدأ ينزل يلا شو حق المنتدى. كان في معانا بعض الأجهزة الموجودة في داخل المنتدى، الكل أصبح يأخذها من أجل يتجه إلى المستشفى الميداني. ومن منا أن المستشفى الميداني مكان آمن، مستشفى ميداني في مصلى، لا يمكن أن يقبل أحد أو أي شخص أنه ممكن يتعدى هذا المكان لقدسية المكان ولقدسية المرضى الموجودين يعني كعامل إنساني. فاتفاجأنا أيضا أنه بعد ذلك أنه تم أيضا اقتحام المستشفى الميداني ونهبت كل ممتلكات منتدى مبدعين تماما، حتى اللوحات الإبداعية. إنه بعد المحرقة تفاجأنا أن 12 أبلكاش، واحد من اللي كانوا في الساحة وجدوا إنه المنتدى سينهب تماما، أخذوا وخبوه عنده في المخزن. فيتصل في بنا بعد كده في الأستاذ عبد الحميد يقول له عندي لكم 12 أبلكاش، أنا خبيته لكم يا منتدى المبدعين وفاء. هذا الوفاء طبعا جاء بعد عملكم، يعني بعد ما رأوا هذا الإبداع. طيب يعني هل اختلف الأمر معكم قبل المحرقة وبعد المحرقة؟
شوف احنا قد تكون الضغوطات نوعا ما اختلفت، لانه كان في حقيقة نكون صريحين انه في قضية صحيفة ساحة الحرية صحيفة اثارت الجدل، بدأ في بعض الناس يبحث من هم وراء منتدى المذيعين كذا، ونحن فريق متكامل لا تحدد اولنا من اخرنا كالمسبحة ليس لها اول وليس لها اخر، فكلنا فريق متكامل. كان الاشياء اللي كنا نحاول انه في تغيرت انه فقط المكان، يعني نسبت خيبة المنتدى عند جامع الاعتصام، وكان المنتدى رغم انه في الايام الاولى في ساحة النصر اول ما شافوا الاعمدة هي تنصب في عند مسجد الاعتصام قالوا هذا مقال منتدى المبدعين، الكل كان يستبشر منتدى المبدعين سيعود. عندما استردت الساحة في يوم جمعة النصر وبعدها عمل منتدى المبدعين كذا عند المطعم، ممكن تشوفوا انه خارج عمل كذا مكان محدد امام الدكاكين ورصد عمل الابلكاء شو عمل بشكل بسيط جدا جدا. في رمضان الاسبوع اول جمعه في رمضان نصبت خيمه منتدى المبدعين، فكان كل من راى منتدى المبدعين اعيد من جديد قال اعيد لنا منتدانا. طيب انواع الابداعات التي وصلتكم بالاضافه الى او انا لا اقصد الابداعات الرسوم الكاريكاتير، انا ارى بعض الاختراعات هذه، حدثينا قليلا عن انواع الاختراعات التي يعني وجدتموها من شباب الثوره. احنا في منتدى المبدعين اول ما بدانا نحرص حرصنا ان نكون فريق ابداعي من اجل ان نستوعب المبدعين. بدينا نستوعب نشوف الاخوات الموجودات في الساحه، كان على المنافذ قلنا ناخذ هذا الاخوات اللي موجودات على المنافذ مهمتهم اكبر في المنافذ، ممكن كثير اي انسانه او اي وحده، لكن كمبدعات بدينا نستقطب بعض المبدعات في مجال التوثيق. في البدايه كان معنا دورات وكذا، الاستاذه سوزان والاستاذه خلاص، بعد ذلك الاستاذه بثينه وانت اختها بثينه الماربي، انتصال الماربي، افاق سيف، ساميه الشميري، هؤلاء الاخوات كون لنا فريق ابداعي، بدينا يعني نجري مسابقات ونعمل ابداعات. الاخوه ايضا في خيمه المنتدى، الاستاذ محمد صالح، الاستاذ نجيب اليوسفي، كل المبدعين بدينا نعمل ايضا بعض استقطاب بعض الناس اللي ممكن يساعدوا المنتدى، بحيث ان احنا ننهض برسالة عبد الوهاب السامعي، علي عثمان، هؤلاء كانوا من الشخصيات اللي يحاول ان احنا دائما نستعين نعمل كفريق واحد من اجل ان الاشياء المهم في قضيه المخترعات العلميه، بدانا احنا في شيء بسيط في تدريب، عمل مسابقات، اجريت مسابقه المبدعين الاولى والثانيه، منها اكتشفنا الشخصيات اللي في مجال الانشاء، في مجال المسرح، في مجال التصوير، في مجال الكاريكاتير، في عده مجال، في مجال المقاله، في مجال القصه، واكتشفنا ناس يعني ادائهم الاعلامي والابداعي بشكل كبير. قضيه المخترعات العلميه بدانا نحس انه خاص صار عندنا هذه الاناشيد وما الى ذلك اصبحت معروفه، بدينا نشوف ايش الحاجه اللي كانت تفتقد البلاد، اللي كان فعلا النظام يعمل عمليه تهميش. فجاءت عندنا فكره المخترعات العلميه، بدينا نسويها وطرحناها كاعلانات، اكتشفنا انه في شخصيات اطفال صغار، ناس اميين ما اخذوش اي شيء من العلم الا ان عندهم اختراعات تبهر. طيب اسمحي لي ان نبدا بعمل جوله حتى نتحدث عن الاختراعات وعن الابداعات بشكل اعمق واكثر تفصيلا.